صباح الخير من قرية عنبة، واحدة من قرى المزار الشمالي في إربد. جمال الطبيعة فيها بأهلها لتكون مقصد سياحي بامتياز، رح نحكي عنه لاحقاً. وكمان يلي بميز عنبة عن غيرها من القرى إنها أخرجت عدة قرى منها، لهيك بطلقوا عليها اسم أم القرى. أهل عنبة قديماً كانوا خليط إسلام ومسيحية. وحصلت على هاي الصورة بتأكد هذا الكلام، موجود بالصورة القسيس ناصر عازر بالصف الأول يمين، ومعاه مجموعة من رجالات عنبة من عائلة الفرهود، حداد، عازر، العلاونة والقرعان. بيوت عنبة القديمة ما زالت قائمة وبتفتش على أصحابها، في منهم باع وفي منهم ما زال متمسك بالماضي. لفيت كتير بالأردن بس بصراحة مثل جمال عنبة ما شفت. جبال خضرة وين ما تلف خضرة، والوديان والمطلات، وأنا هلأ عم بمشي رايحة لوحدة من المطلات، وبعض أهالي عنبة عم بستنوني ليحكوا عن قريتهم. مين اللي العائلات والعشائر اللي كانت ساكنة بعنبة وتركت؟ فعندنا كان عدة عشائر هون، لأنها كانت كلها أراضي مشتركة بين بيت يافا وعنبة، المزار، دير يوسف، كفر كيفيا، هذول كل كان بعنبة. فلما قسموا الأراضي اللي جهة دير يوسف أخذوها دير يوسف، وبيت يافا أخذوا عشائر بيت يافا، وقسم عشائر هون ظل قسمهم، وكفر كيفيا. في مسيحية وإسلام. المسيحية كانوا كلهم موجودين هون، وأراضيهم عندنا هون، وزرعين زيتون هون، بس رحلوا أكثرهم على الحصن، على الحصن وربد وعجلون، منهم دار الحداد ومعايا، ودار عازر كمان كانوا موجودين. الحداد ومعايا، هذول معايا. وعازر كانوا موجودين بالحصن. أراضيهم ظلوا بيجوا، يعني بزرعوا شجر وبضمنوا وبحرثوا وكل شيء بعدهم هون. المناطق الحلوة عندنا هون، أعلى منطقة تقريبا اللي هي عراق أبو الطبل أو طور أبو الطبل اسمه هون عندنا. هاي المنطقة. المنطقة هاي كويسها، بتشرف على عدة جبال مغطاة بالأحراش كلها، منها الجهة الجنوبية تشمل رحابة، بلدة رحابة هذيك كويس قريبة هذكي رحابة، وتحت غرب بلدة تبنة وكلها شجر طبعا، ومن هون للمزار، مزار الشمالي، وكلها طبعا متصرفية واحدة لا تابع للمزار الشمالي. تمام. أستاذ جهاد، يعني أنا شايف إنه هاي المنطقة سياحياً من رقم واحد، بس لساتها الناس مش مندلة عليها. يعني أنا كنت حابة ما أحكي اسمها بس مضطرين عشان ما حدا يجي هون ويخربها. وعندكم هون كمان هيك زي؟ عندنا وادي، نعم. وهون بصير إنزالات جبلية ولا أحلى من هيك؟ نعم، منطقة سياحية جميلة جداً. وطبعا احنا وعدنا ذات يوم من وزاره السياحه انه يكون في عندنا تلفريك مثل عجلون، لانها منطقه جميله جدا. هاي تسمى المقابل هاي وادي الرقبه. هذا الان هاي منطقه كثيفه بالاشجار، لكن المشكله فيها الان انه بحط الاشجار، شايف؟ فعندنا صار الشجر قليل جدا في بعض المناطق وبعضها كويس. هون الوادي هذا بس بظل نازل لعند منطقة عين في تبنة وسد زقلاب. سد اللي نازل هناك سد زقلاب، هو بظل المي نازل. مي طبعا هي المي موجودة هي هناك، بس يكون في مطر حتى بتسمع صوت الوادي من أول الشارع يعني. فمنطقة جميلة جدا، ويا ريت وزارة السياحة تهتم فيها أكثر وأكثر. وانتم كمان لازم تهتموا فيها. احنا مهتمين والله فيها، بس يعني تمنع الناس اللي تعطيب الجار هو كان سبب، وكمان الناس يعني اللي بدهم يجوا على هالغابه يتركوها. لا هي منطقه يعني سياحيا جمعه سبت بيجونا من عمان، يعني حتى بعض المسؤولين يجوا لهون، ورحله سياحيه جميله جدا. لازم يعني تاخذوا دخوليه. تمام. بدنا نروح على منطقة تانية. هلا قلتوا لي في عندكم عدة مناطق حلوة. لا خلينا نروح قدام شوي. قدام شوي، يلا. افضل بكثير. يلا تفضلوا. يلا خلينا نحكي شوي عن المقومات السياحية الموجودة في عنبة. لو توفرت في اي بلد بالعالم
كان عملوا منها مقصد سياحي مهم. خليني أقولكم ليش. سياحة التأمل مثلاً، المديتيشن، كتير منتشرة بالعالم، وأنا بعرف من الأردن بيسافروا لحتى يروحوا على منطقة يقعدوا يتأملوا ويسرحوا. وبعد ما شفت عنبة وجدت إنها بتصلح لهذا النوع من السياحة. المطلات جاهزة، حط خيمتك واسرح قد ما بدك. عنبة فيها أكثر من مطل، وفيها غابات، والهدوء اللي بتتمتع فيه، والهواء النقي اللي بتستنشقه، كل هذا موجود على بعد ساعة من العاصمة عمان. ولكن شو بنقصها؟ بنقصها مشروع استثماري كامل متكامل. أما عن أهل عنبة بتمنوا تصير قريتهم قرية سياحية، طبعا هذا بخفف من البطالة وبيفتح فرص عمل كبيرة لأهل القرية. أستاذ جهاد، احكي لنا عن أهمية عنبة التاريخية، هنا صار يعني لها أهمية مهمة. طبعا عنبة قديمة جدا، حتى يروى أنه إبراهيم باشا السفاح اللي كان يلقب السفاح زارها وجلس فيها، وكانوا يأخذوا منهم ضرائب. وطبعا عنبة تاريخيا، أبناء عنبة، رجالات عنبة بجميع عشائرها شاركت بمعارك كثيرة ضد الإنجليز. في معركة في المنطقة هاي الخضراء، هي معركة خلت الزرع، وقتلوا منها كلها خضراء المنطقة هاي اللي تابع للحضة، هاي أجبالنا. أوكي أعرف، شفتها. هاي منطقة معركة خلت الزرع، هاي شاركوا فيها وقتلوا عدد كبير من الإنجليز لأنهم إجوا علينا مشان الاحتلال. وشارك رجالات عنبي بجميع عشائرها كمان في معارك في فلسطين، واستشهد هناك عدد من رجالات عنبي الأشاوس في الحرب ضد اليهود والإنجليز. الحلو في عنبة، البيوت القديمة موجودة والبيوت الجديدة موجودة، وانت بتمشي بين الماضي والحاضر. وانا عم بمشي شفت قبر، لا والله قبرين، ولما سألت قالوا لي هدول أولياء صالحين. الشيخ علي والشيخ حسين من أولياء الله الصالحين، هيك سمعنا عن أجدادنا، وكان لهم بركات وكرامات، وقبوهم يعني في عدة روايات، هي صحيحة هي مش صحيحة، منها أنه مع عصات، وقال وين ما بتقع عصاتي ادفنوني، فانفلق الصخر، الله أعلم. هيك بيسولفوا نباتنا وأجدادنا، شو قصتهم؟ أما هم كلهم يجمعوا على أنهم من أولياء الله الصالحين، لهم كرامات ولهم، بس ما في اسماء عليهم ولا شيء. لا بس معروفين متوارثين، انه هذا الشيخ علي وهذا الشيخ حسين، وهم عمريه. عمريه، نعم عمريه، نعم. نشوف بس هذا اكبر من هذا الحجم. أيوة. ليه؟ أيوة. هذا عشان هون اجت العصا. هون اجت العصا، الله اعلم. هون ما بنعرف وين ال نرجع للقريه القديمه يلي سكنها اهل عنبة زمان. هاي بتصير قريه تراثيه، مشروع استثماري رائع، بس بدها ترميم البيوت وتأهيلها لتصير قابلة لاستقبال الناس. لكن للأسف هاي البيوت المهجورة الجميلة هي اليوم عبارة عن حظائر للمواشي، الغنم والبقر قاعدين بأحلى بيوت. احنا الان على مجارف بلده تبنه، وتتوسط عين اسمها عين سرين بين تبنه وعنبه. طبعا هذه العين يعني تعتمد على مياه الامطار والثلوج، حتى الثلج بهاي المنطقه. طبعا هنا يعني هنا بنزل ثلوج كثير احيانا، خاصة في شهر 2. وكان اماتنا زي ما تفضل الشيخ يعني ينزلوا تحت على الوادي حتى يحضر الماء بالجره او بالسطل على روسهم. طبعا هي تعتمد على مياه الثلوج عند ذوبان الثلوج من الجبال، من جبال عجلون، حتى تنفجر هذه العين وتمتد لعدة أشهر.
طب هاي المنطقة اللي احنا فيها هذه يعني اخر شيء ب بعنبه؟ نعم. ايش اسمها؟ هذه الخارج اسمها. الخارج. الخارج نعم. عنبه قرية فيها كل المقومات السياحية بانتظار التنفيذ، فهل نراها قرية تراثية سياحية يوما ما؟ الله أعلم. اتضلوا بخير.